يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا حديث صحيح اختلاف أمتي رحمة؟ لا، ما هو حديث صحيح، والاختلاف ما هو برحمة، الاختلاف عذاب، والله جل وعلا نهى عن الاختلاف والتفرق. الاختلاف يقع لكن يحسن بالرجوع إلى كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وإلا هو يقع، طبيعة البشر يقع الخلاف، لكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وينتهي الخلاف، أما أن نبقى على الخلاف لا، ما يجوز هذا. نعم.